من العاصمة اللبنانية بيروت تنضم إلينا مراسلة المملكة مي عبد الله. أهلا بك معنا مي. إذا يعني تتعمق أزمات في لبنان على أصعدة مختلفة، وأيضا هنالك تظاهرات تشهدها المدن اللبنانية، كيف يمكن وصف الوضع الآن في لبنان؟ يمكن القول أنه وتيرة الاحتجاجات هدأت بعض الشيء اليوم بانتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد لا تزال منعقدة في قصر بعبدة في هذه الأثناء، والتي ستبحث في موضوع مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي. لم تسجل حركات كثيفة اليوم في الشوارع، مع تسجيل بعض الحركات الاحتجاجية شمالا وفي البقاع، من قطع لبعض الطرقات، لكن سرعان ما عمل الجيش على فتح هذه الطرقات. لكن الحدث الأبرز اليوم كان في تعليق بعض خبراء الاقتصاد على مسار مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، والتي قالت بأن هذه المفاوضات، وصفت هذه المفاوضات بغير المستقرة والفاشلة، باعتبار أن الحكومة تعتمد سياسة التسويف والتأجيل، وتتناقض الأرقام التي قدمتها مع تلك التي قدمها مصرف لبنان في هذه المفاوضات، حتى أن عدد كبير من خبراء الاقتصاد علق بأن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي ستكون شاقة وطويلة، في ظل إصرار المجتمع الدولي على القيام بإصلاحات جدية من قبل الحكومة قبل حصول لبنان على أي مساعدات. طبعا هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على الواقع المعيشي في لبنان. منذ بعض الوقت هدد أصحاب المولدات الكهربائية في لبنان بتقنين شديد لتيار الكهربائي من قبل المولدات، طبعا بالإضافة إلى التقنين الشديد بالكهرباء الكهرباء المقدمة من قبل الحكومة في ظل الأزمة وتفاقم ملف الكهرباء وما شابه من فساد وهدر، والذي كلف الدولة هدر بقيمة 47 مليار دولار. طبعا أصحاب المولدات قاموا بهذه الخطوة بسبب أزمة الدولار وأزمة ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المازوت والفيول وسط هذه الأزمة وعدم فتح اعتمادات في هذا الإطار. طبعا هذا الملف كفيل وحده بأن يعود يحرك الشارع ويتوقع بتحركات احتجاجية على صعيد ملف الكهرباء تحديدا، بأن بعد أن بات لبنان يغرق في العتمة لأكثر من 18 ساعة في النهار الواحد. هذا على صعيد الكهرباء. أما على صعيد الأمور الأخرى، فقد شهد لبنان أيضا موجة غلاء مرتفعة للغاية، وفي ظل القيود التي مستمرة على عمل المصارف، أقفلت عدد كبير من المؤسسات أبوابها. بالأمس أعلن عن إغلاق أكثر من 140 مؤسسة في قطاع السيارات، كما أن عدد كبير من المصانع أغلق في الآونة الأخيرة. وكان مثلا مصنع الترابة في لبنان والإسمنت في لبنان، والذي يتظاهر موظفوه بين اليوم والآخر لتسجيل للمطالبة بعودة الموظفين والحصول على مستحقاتهم من مصنع الإسمنت. طبعا هذا بالإضافة إلى الأرقام المخيفة التي أعلنت في لبنان عن ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع السرقة. إذا كل هذه رزمة الإصلاحات مطالبة بها الحكومة أمام صندوق النقد الدولي، الذي يتشدد يوما بعد يوم بالمطالبة بإصلاحات وإغلاق المعابر ومكافحة الفساد. حتى أريد أن أشير إلى أمر هام، حتى قرار المجلس النيابي بالأمس بإقرار مشروع السرية المصرفية لم يلقى آذانا صاغية لدى الشارع، الذي اعتبره مشروع يبقى حبرا على ورق بعد أن هربت أموال المسؤولين اللبنانيين خارج لبنان، ولم يخضعوا حتى هذا اليوم في إطار مشروع مكافحة الفساد أي مسؤول في لبنان للمساءلة الحقيقية. نعم مي، نتابع معك تطورات المشهد اللبناني أولا بأول. كنت معنا من بيروت مراسلة المملكة مي عبد الله، شكرا جزيلا لك.